الحلم السائر في إرادة الله هو بعض من قانون الله، والحلم المطلق يستوجب الالتزام المطلق. من خلال الكفاءات أراد نديم شويري أن يعيش حلمه والتزامه المطلق. اعتقد أن الإنسان هو حريته، والحرية هي أن يقدر الإنسان على كل شيء. رأى أن الفقر رفيق متعب، وأن صانع السعادة أسعد السعداء. لذلك اقتنع أن كفكفة الدموع خير من البكاء. عندما راح الشعب اللبناني يؤرخ لأيامه بدمه في الحرب الطويلة، امتزج دمار الكفاءات بعذاب ودماء وأوجاع اللبنانيين. لم يستسلم نديم شويري، فالخراب الذي أتى 15 مرة على الكفاءات أثار حميته في هوس البناء. زاره الموت 4 مرات، لكنه عاد خائباً عندما أيقن أن نديم كان يعمل لحياة أقوى من الموت. كان نديم شويري متأكداً من أن أي مبدع حقق حلماً عاش جلجلة ما، فالصعاب تكبر بمقدار ما يكبر الحلم. لذلك بدت السنون الدامية أخصب فترات الكفاءات لأنها الأوجع للإنسان، فالمراكز صممت في الملاجئ وعلى نور الشموع أعدت الخرائط لتغدو الكفاءات صرحاً عريقاً له حضور في الغد الآتي ومسعاً سماوياً إنسانها رفيقها إلى فوق. صباح الأول من تشرين الأول 1971 حل موعد بدء الدروس في المبنى الجديد للكفاءات، لكن وفاة والدة نديم شويري لف المناسبة بشريط الحزن ورذاذ الدمع. أثر بكي وقت توفت أمه، كانت تصيف بحمدون وتلفنوا لنا، كنا نحن ببيتنا قالوا لنا أنه توفت أمه. كنت أنا بدي ولد رمزي، ولدت رمزي، وكان سعيد عائل إجا قال لي إذا صبي معك لازم تسميه رند. قال لي نديم شو هيدا رند؟ بدي أقول أنا كيف نصيروا عيطوا له الأولاد بالمدرسة. تلفنت حماتي قالت لي زيت الشي بالمستشفى، قالت لي بنسميه رمزي، وهيك صار سميته رمزي. توفت بعد 7 أيام. ونديم تأثر كتير، كان يحب أمه كتير، وأمه ست كتير 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 مثقفة، يعني كانت من أول الناس اللي راحوا على مدرسة الإنجليز اللي أنا كمان تعلمت فيها. كانت مثقفة، وقت اللي أقعد معها حس حالي عم بغتني، يعني مش إنه واحد هيك بتحكي هيك حلو. أخوها قاضي، إخوتها متعلمين كتير منيح كمان، يعني هو كان يحبها كتير. تسلمت الكفاءات مشاغلها ومكاتبها ثم المعبد تباعاً، وحل موعد احتفال التدشين في 23 من كانون الثاني 1972. لما إجا وقت التدشين كانت شغلة مهمة كتير، وانعزم عليها رئيس الوزارة صائب سلام، وحضور ما بدك، وكانت كتير حلوة. بلش الاحتفال، صار في حكي أول تاني، بعدين بيجي شخص ضرير
كمان بيحكي بيلقي كلمة ضرير من الكفاءات، بعدين نديم بيحكي كلمة، بعدين طبعا نديم بيجيبوا لسعيد عقل آخر شيء ينهي الاجتماع. سعيد عقل وقف هيك وبعدني بتذكرها لهلا، هي شغلة حلوة. قال لهم أتاني شويري يوما يقول لي انظر يا سعيد، أترى هذا الضرير هو معاق بالنسبة لي وأنا معاق بالنسبة لك وأنت معاق بالنسبة لله؟ بنط صائب سلام يا حرام حضني، قال له يا سعيد وأنت قبلت لك هيك؟ منذ انتقاله إلى مكتبه الجديد أعطى نديم شويري كلامه إلى أحلامه، أضحت الكفاءات كل حياته، فقرر ألا يتقاعد وفي قلبه خفقة حياة. نقل نديم على الطابع الأول مصنع سلع جلدية وحده مكتبه، هيدا كان مكتب نديم. من هون كان عنده النظرة الأولى على معبد سيدة الكفاءات، وكان يشوف كل مين بينزل على مشغل الأطراف أو على المدرسة الأكاديمية اللي بتعنى بالدمج أو اللي بده يفوت على المصنع. المركز موجود بمنطقة جداً حساسة، بوقتها ما كان في أي عمار حول المركز، حده كان في شجر ليمون وشجر زيتون، وهالمنطقة الحساسة هي اللي كانت فاصلة بين الشق الغربي والشق الشرقي من ضاحية بيروت. لهالسبب تم احتلال هالمركز أكثر من 15 مرة خلال الحرب الأهلية، تم تدميره واحتلاله ونهبه كلياً. وهالمكتب بالذات لأنه عنده نظرة شاملة على كامل المنطقة كان بمثابة المقر الرئيسي أو الهيدكوارترز لكافة القوى المختلفة اللي احتلت المركز. ربط نديم عائلته المؤلفة من ليلي والأولاد رولا ورئيف ورمزي وميريام بمعاني الكفاءات الإنسانية والروحية. كنت نزلهم، يعني رولا كانت بيبي الكبيرة بنتي، نزلها بالبوسات معي. وبعدين وقت صرت أشتغل يعني ما أخلي الأولاد اللي ما دخلوا المدرسة لحالهم بالبيت، نزلهم معي يبرموا على الصفوف، يقعدوا معهم، يرجعوا ينبسطوا، يروحوا يناموا معهم، يتشيطنوا معهم. كانوا كتير إنه هن الأولاد كانوا حابين. عامل نديم وليلي كل تلميذ كأنه أمانة في عنقهما، وغمرا بالحنان البؤساء والبائسات. أنا اشتغلت بالكفاءات 45 سنة وبعرف كل الأولاد، كنت يعني أول ما يفوتوا الأولاد يمرقوا لعندي، كلهم بعرفهم، بعرف أهلهم. في الكبار هلأ اللي دخلوا صغار كتير بعدني في يعني بعرف أسميهم وبعيطولي وبيركضوا كلهم أولادي بحسهم. أنا كلهم في مثلا يجي في شاب اسمه شربيل هلا عم يشتغل مع رمزي، كان صغير يجي لعندي على المكتب يقعد حدي، اعطيه صور من المجلات، اقصص له صور واعطيه هون، يقول لي ابني رئيف لشو نحن ما بتعملي لنا هيك، بتعملي لها شربل هيك. حبهم يعني، يجي اولاد صغار. بالاخر قال لي انا بدي اشتغل معك بكره، قلت له وقت تدرس منيح تشتغل معي. لم يكن نديم وجها وقسمات، بل محاولة لأن يصير علامة فارقة. كان يردد ما كتبته الأم تريزا: أنا قلم في يد الله، هو يفكر وهو يكتب، ودور القلم أن يكون قابلاً للاستخدام. ولا قيمة للمحبة إن لم تظهر وتعمل، وأول عمل له مع الولد المصاب هو أن يجعله يلعب ويضحك. جيت لعنده على المدرسة وقالوا له إنه جاي ست مع ابنه وبدها تضل مع ابنه وهيك، إجا تعرف علي إنه أنت، قلت له إيه بتقبلني أنا أكون مع ابني؟ ما بتقبلني أنا ما بتقدر أترك ابني، ابني على الكرسي هيك ما بيقعد، حتى نوم بينام ببلعت، بضل بلعت وصرخ. قال لي قولي الله، قولي الله. قلت له أكيد ما في غيره لله، بس أنا بدي دل مع ابني. قال لي طيب يدل مع ابني. لك ابني وين صار؟ ابني بيقرأ بالجريدة، ابني بيقرأ بالإنجيل، ابني بيقرأ بالقرآن.
أراد نديم شويري أن يبتكر سماوات أخرى خارج السماء. رفع العمى عن العيون والصم عن الآذان والشلل عن الزنود والأطراف، وهو انغمس في الحياة لا من أجل المال بل من أجل الإنسان. يقعد بالسيدة فوق في ملعب مثل هيدا، يقعد بالأرض هيك بالأرض، يتكوموا هالولاد فوق منه. في ولد اسمه محمد الموسى ومش موجود هلأ، دل معدته نخير وريلته هيك قطع، يطب فوق منه. اركض أنا بدي شيل الكلينكس لأبعده عنه حل ما ينقطه على راسه. يقشطني من إيدي الكلينكس ومد إيده هو لحتى لي مسح له، وإجي بدي شيله لح يشره ما يقبل. امدومت حبون الله بحبكم، عطون الله بيعطوكم، تعمين الله. في سياق عمله وجد نديم نفسه يعيش أعمق تأمل وأصفى صلاة، لذلك لم يرى حاجة للانزواء بغية التعبد المتواصل، لكنه كان يتردد إلى مكان يسمع فيه صوت روحه. كان يمشي بين البساتين اللي كان كاتبها بيو باسمه، واللي لاحقاً وهب اسم كبير منها للكفاءات. وفعلاً نطروا نديم وليلي لصار آخر ولد من ولادهم الأربعة عمره 18 سنة. جمعوهم وخبروهم أنه رح يوهبوا الاسم الكبير من ميراثهم الخاص للكفاءات، وكان الوفاق كامل. والكفاءات كانت قد أصبحت مؤسسة ذات منفعة عامة، والفضل بيرجع للمحاميين جوزيف ولار مغيزل اللي كتبوا نظام الداخلي. كان مشغل الأطراف الاصطناعية الذي دشن إنتاجه سنة 1967 بالتبرع للمصابين الأردنيين في حرب الخامس من حزيران 67 بحاجة إلى تطوير وعناية بسبب تزايد الخسائر. لذلك فكر نديم بمبادرة مع أبو فرانسوا كبير الحرفيين في مصنع الأطراف، وبالتعاون مع صندوق التأهيل العالمي في نيويورك. نقل نديم على هالطابي المدرسة الأكاديمية النموذجية اللي بتعنى بالدمج، ونقل كمان المشغل الطبي. على هالطابي قام نديم بأول دورتين بلبنان وبالشرق الأوسط لتدريب تقنيين لبنانيين ومن البلاد العربية على تقنيات إنتاج الأطراف الاصطناعية. قام بهالشي بالتعاون مع الـ WRF والجامعة الأمريكية ببيروت. الدورة الأولى كانت سنة 73 بقيادة الدكتور بطرس السعادة. كان نديم في غمرة مشروع، ومشروع أكبر من أن يتحقق في عمر واحد. فبعدما أعطى المتخلفين عقلياً مجالات التعليم والتشغيل الحرفي المتخصص، فكر بحاجات الصم والبكم. سنة 74 بلش نديم يعمر باب كلوديير هول لحتى يحط بالطابق الأرضي مركز الصم والبكم اللي بلشوا بمأجور ببعبدة، وبالطابق الأول مركز الأولاد اللي عندهم داون سيندروم أو متلازمة داون. قبل تشييد المبنى الجديد استأجر مسكنين في سقي الحدث، وأرسل راهبة إلى نيويورك للتخصص في تعليم الصم وتدريب أربع فتيات على تصحيح النطق. كذلك جلب نديم من إنجلترا آلات ومعدات إلكترونية تساعد على التعليم، وأوفد أيضاً مدرستين إلى جامعة ليون الفرنسية للتخصص في إصلاح النطق وتأهيل الصم، وشخصاً تدرب على صناعة التجهيز السمعي وصيانة معداته. وبدأت المدرسة صباح الأول من تشرين الأول 1974 ب32 طالباً موزعين على أربعة صفوف. كل ذلك توقف في نيسان 1975 عندما دخل لبنان في مهب الحروب والجروح. ما كان نتصور في حرب، خفنا ضلينا بالبيت. بعدين قويت كتير، صرنا ننزل على الملجأ. بعدين طلعنا نديم عند أهلي أنا والولاد، وبقي هو بالبيت. نصاب البيت كان نديم سخن. نديم قلت له اطلع عنا على الدهور، كان حطنا بالبيت بدهور شوي. قلت له اطلع على الدهور لأنك ساخن، ما بصير تقعد بالبيت لوحدك.
ليلي طفت صاروخ حرق البيت. كانت آخر حقيبة أنتجت في 11 من نيسان 1975. كان مجمل ما صنعته الكفاءات منذ 14 من آب 1963 قد وصل إلى 1,400,612 قطعة جلدية. وعندما استهدفت أول قنبلة جدار مكتبه في 17 من نيسان، شعر نديم أنه استفاق من حلم ناعم جميل إلى واقع قاس مرير. كان نازل مثل العادة على المؤسسة يشوف، يطل على المؤسسة، طلع واحد قال له شويري ما بقى تطلع، حاطت كاجول على راسه. ابن نديم قرب وشله إياها، قال له ولو ابنك أنا عنا وعم تعمل فيه بتقلي هيك؟ قال له قلت لك ما بقى تنزل ترجع. رجع نديم، كان كتير متضايق ومتأثر، بس نديم قوي. جرى احتلال الكفاءات، صار مكتب نديم مركز قيادة حزبية، والمكاتب الأخرى مراكز للتصفيات الجسدية. وفي الأشهر الأولى من حرب السنتين استنفد رأس المال، وتشتت أبناء الكفاءات لا سيما بنات الفندقية في صليمة. هدموا كل المدرسة وكل شيء فيها، درنا هربنا الرهبات والتلاميذ، بس ما بقي محل نقدر نحطهم. الرهبات الله يخلي الرهبات أخذون على أنطلياس، من أنطلياس انشغل أنطلياس طلعونا على الجبل. بقينا كذا سنة عم نشتغل مع الرهبات ببيوتهم هن للرهبات، حتى قدرنا كملنا هالحركة. لم يستطع نديم تحمل اغتصاب زهرة حياته، فغادر إلى بريطانيا ثم فرنسا، والتحق بجامعة ليون لتحضير إجازة في علم المتقدمين سناً وعلم النفس، كما عمل متطوعاً في مركز مساعدة لراشدين بسطاء. نديم venait à Lyon pour prendre de la distance, je crois, vis-à-vis de d'un quotidien exigeant et souvent stressant. C'était l'endroit où il pouvait prendre du recul, qu'il pouvait rencontrer des gens qui enrichissaient sa culture technique par rapport aux personnes handicapées. Nadim, à mon souvenir, est arrivé en 1975, annonçant qu'il devait venir en urgence avec toute sa famille et même sa sœur, donc son épouse et 4 enfants petits, la dernière ayant 2 ans. Et nous étions évidemment bouleversés et ne savions pas trop quoi faire pour les aider. Il a trouvé lui-même le logement et nous avons essayé de les aider un peu à s'installer. Je pense qu'il a été proche du désespoir à plusieurs reprises. Pas seulement par rapport à la lutte armée et à la guerre civile, mais par rapport à tout l'environnement géopolitique du Moyen-Orient, entre Israël et la Syrie, c'est quelque chose d'effroyable pour un petit pays comme ça. En même temps, il croyait aussi au miracle, mais ça, c'est sa foi chrétienne, je pense, il croyait au miracle. Et d'une certaine façon, le Liban est un miracle permanent. Et puis, ce que j'aimais beaucoup chez lui, moi, c'était sa gaieté. Après nous avoir raconté des tas de choses horribles qui se passent au Liban, après nous avoir parlé de ses handicapés, il avait le mot drôle, le mot qui détendait, et ça, c'était absolument extraordinaire de pouvoir passer un moment avec lui. On ne s'ennuyait jamais, bien sûr.
في خريف 1976 توقفت الحرب مؤقتاً. في غربته شجعه صوت سعيد عقل على العودة. وصل من المطار مباشرة إلى الكفاءات. عز عليه خرابها وهي التي أضاع تحت ركامها عمراً وتعباً. ولحق به إلى بيروت صديقه كلوثر. 76 نزلنا نحن كانوا فلوا. هلأ في كتير معلمين خافوا ينزلوا ما بنقدر نلومهم. بس نحن نزلنا، أنا نزلت يعني ما خفت، إنه ولا نديم كان خايف وكله رممنا وزبطنا وبلشنا نشتغل. شعر نديم كأن عليه العودة إلى أيام ما قبل الأحلام للانطلاق من جديد. بسرعة أنهى الترميم، ثم باشر إكمال إنشاء المبنى الثاني الذي كان بدأ بناؤه قبل يومين من اندلاع حوادث 13 نيسان 1975. أطلق عليه اسم صديقه كلوثر عرفاناً بالجميل. وفي تشرين الأول 1977 وبعد إقفال مصنع الجلديات أنشأ مدرسة البسطاء الصغار، واستقبل 140 ولداً بالتعاون مع مصلحة الإنعاش الاجتماعي، كما بدأ بتعليم الصم في مبنى كلوثر. ما وقف دقيقة. يعني أنا بعرف نديم يقبل منك كل شيء ما عدا أنك تحكي بحديث ما عنا الإمكانية تنكمل، ما عنا الإمكانية نجيب أساتذة. هذه ما كانت واردة بذهنه. بالطبع تعذب كثير واتصل بعدة شركات مؤسسات في أوروبا بصورة خاصة، من ألمانيا بصورة خاصة، وهيك قدر كمل بهالصعوبات الثقيلة اللي صارت من بعد ما هبطت هالجزء من البناء اللي كملوا. إلى جانب إزالة آثار الحرب، كان على نديم أن يملأ الفراغ الذي خلفته هجرة الدكتور بطرس سعادي إلى الولايات المتحدة في دائرة التجهيز الطبي ومصنع الأطراف. أنا أجاني تليفون هون نهار بعزدين الحرب بيقول لي أنا نديم شويري، أنا مؤسس الكفاءات، دكتور بطرس سعادي أعطاني اسمك حتى اتكفي من بعضه، لأنه هو بلشت أنا وياه، هو ابن ضيعتي وابن بلدي، وأنا هلأ أتني كتير محشور لأنه الرئيس حلو تلفن لي من كذا يوم عنده 4-5 مرضى بحاجة لأطراف اصطناعية، لأنه هيدا ما رايحة أجره، هيدا ما بطورة إيده، وأنا ما في بدي حدا يساعدني. قلت له من كل بد أنا حاضر. خلفت حرب السنتين 600 مبتور لبناني. كان مشغل الأطراف يعاني الخسائر المالية وضعف الإمكانات التي عوضتها حرفية أبو فرانسوا. أبو فرانسوا أخذها هيك على نظري، عنده خبرة وعنده معلومات بكل شيء، كان أصل بيو حداد ويشتغلوا حدادة، ومن زمان كانت الأجهزة التقويمية يعني تنعمل كلها هاند ميد، ما كان في شيء يجي من برا، كان يجي اللوح الستانلس مثله يتنشر ويتطعج وينعمل ويتعمل على قياس المريض. المدرسة اللي بلشها نديم شويري كان فيها شلل نصفي إلى آخره، كل فإذن هودي كلهم بحاجة إلى أجهزة. كمان كان فيها الناس ما عندهم يخلقوا بدون أعضاء، أو صار عندهم حوادث وفقدوا أعضاءهم، فإذن هودي كانوا كلهم بحاجة إلى مصنع مشان أنك تساعدهم. وهيدي كان بلشها نديم، هو والدبليو آر إف بلش بمصنع الأطراف، يعني أجهزة وأطراف صناعية. كل الأطراف الصناعية تحت الركبة وفوق الركبة وعلى الكاحل، وأطراف إيدين فوق الكوع وتحت الكوع، يعني من جميعه، وحتى الأجهزة التقويمية. وكرسي من زمان كان دارج إنه شيء كرسي اسمه ميلوكي بريس، ميلوكي مشان عوجة الظهر العمود الفقري، هو كنا نشتغلهم، بس كله كنا نصنعه على إيدنا،
يعني بس اللي كنا جل ما كنا نجيب من برات لبنان هي القدم الفوت تبع الطرف والركبة إذا كان الطرف فوق الركبة، وبهي القطعة كلها نحن اشتغلنا عايدنا، وكانت خشب يعني نعمل الآلي برزين نزرعه بالخشب ونزرعه على القدم لحتى نعمل الطرف. بالتعاون مع مؤسسات دولية جرى تطوير دائرة التجهيز الطبي، حيث أهلت الكفاءات في مشاغلها للأطراف والأجهزة 4500 مصاب حتى سنة 1983. كان عندنا دكتور رمزي عواد دائما يشرف علينا وعلى الشغل، وبس بدنا نسلم بالوزارة أكثر شغلنا كان على الوزارة، لأن بتعرف منطقة شعبية وفيها كثافة سكانية، كل شيء كان على حساب الوزارة، والوزارة نسلمون ينزلوا على الوزارات يشوف عليهم لجنة طبية، إذا كان هالشيء مطابق إلى اللي وصف الطبية مضبوطة يستلموا عليه يرجعوه إذا كان مش مضبوط. بمساعدة الدكتور رامز عواد والطبيب الفيزيائي هشام بارودي، طور نديم شويري علاقة التعاون مع الصندوق العالمي للتأهيل WRF والصندوق الدولي الأمريكي للإنماء USAID. بس نديم ما كان عنده ثقة لا بالمؤسسات الحكومية ولا بالمؤسسات الدولية، لأنه كان يعتبر أن المؤسسات الحكومية والدولية عندها أسباب تانية أنها تفوت بهالقصص هاي. لهالسبب كان هو رأيه الأساسي أنه بدل ما هالمصاري هايدي تنصرف من المؤسسات الدولية حتى هي تعمل أطراف للمرضى اللبنانية، كان لازم يقووا المؤسسات اللبنانية حتى هي تاخد على عاتقها هالشي هيدا. إنما أنا برأيي كان، وهون كنا شوي على خلاف أنا وياه، أنه ما في وقت كافي تجيب حدا مبتور الطرف تنطره حتى أنت تعمل برنامج حتى تلبسه جهاز يمشي فيه. كان عنا حاجة ماسة أنه نعطيهم هالجماعة أطراف وبعدين نشتغل بطريقة متوازية. أطلق نديم اسم رامز عواد على مركز العلاج الفيزيائي، وانخرطت الكفاءات في دورات لتحسين أساليب تأهيل المعاقين. دورات هاللي رحنا فيها على قبرص هاللي هي عدد 16 كانت هيدي لتأهيل المعاقين في لبنان، وهيدي كان كل المؤسسات اللبنانية تستفيد منها. في عنا الزيارات التانية اللي قمنا فيها هاللي هي كانت عالمية، وصلنا حتى نروح سوا مرة على وينيبيغ كندا بمؤتمر عالمي، هو كانوا يبحثوا عالميا وين صار التأهيل كيف لازم يتطور إلى آخره، وهون كنا نتعرف على المؤسسات العالمية ونعمل اتصالات معها حتى نكفي بالكفاءات بمستوى لائق عالميا. كان يجي ناس يعملوا إرغوثيرابي فيزيوثيرابي وتطور الفيزيوثيرابي، مثلا بال 78 اجت غرض فيزيوثيرابي كنا عم نركبها بسائل حدد، ما ايام يقوى القصف ما نسرب، نبقى تحت ويبقى هو معنا وننام كلنا سوا بالملجأ تحت الارض لتاني يوم نرجع نكمل شغلنا ونسهر. بعد دورة 1973 لتدريب الفنيين اللبنانيين والعرب بالتعاون مع مؤسسة هوارد راسك، بدأ نديم اعتبارا من سنة 1978 التحضير لدورة ثانية جرت سنة 1980 بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في بيروت. كانت دورة 12 شهر وكان فيها كل الاختصاصات اللي بتدخل بصنع الأطراف، وأنا كنت ثابت يعني عامل 6 دورات مثلها هاي بأمريكا بوقت اللي كنت ريزيدنت هناك، بقى كان عندي علم فيها واحتجنا ساعتها لأساتذة، احتجنا لناس بيصنعوا أطراف، احتجنا للابوراتوار من شان التشريح حتى نعلمهم الأناتومي. هيدا اللي وصلنا أن نعمل اتصالات مع الجامعة الأمريكية بخصوص التشريح. وكنا نعمل حتى دورات أناتومية بالجامعة الأمريكية، ننسى الجامعة الأمريكية مرتين بالجامعة أناتومي، يعني دورة كاملة متكاملة بس كانت مكثفة 12 شهر، وتخرجنا وأخذنا شهادتنا من نيويورك.
حصلت الكفاءات سنة 1977 على مرسوم جمهوري يجيز لها أن تعطي شهادات رسمية في التعليم المهني، وقد اختار لذلك الاختصاصات المستوحاة من حاجة سوق العمل كتصنيع وتصليح أجهزة الراديو والتلفزيون والمحاسبة وإدارة الأعمال. حب إنه يعمل مدرسة مهنية، قال لي إنه هالوليد طيب بيكبروا وعلمنيهم وبعدين شو بدنا نعمل يعملوا؟ إنه هيك بنتركهم؟ بلشنا تحت بالمركز اللي نعلمهم مهن. اعتمد نديم صيغة جديدة تقضي بالتدريب العملي للطالب بالتزامن مع تلقي الدروس النظرية، لذلك التحق 12 طالباً بمؤسسة دباس للإنارة، وفي السنوات التالية تعاون مع جمعية الصناعيين في تشغيل الخريجين المصابين الأكفاء. لكن الخروج المؤقت من الجحيم لم يدم طويلاً. عادت الحرب بدراوة في صيف 1978، قصفت الكفاءات ونجا نديم من الموت بأعجوبة في منزله المجاور الذي تركه إلى الأبد. بال 78 حرب المئة يوم، نهار نحسها في رواء، كان في شوفير الله يرحمه اسمه أدوار، يمرق ياخذنا كل واحد من بيته، ننزل الأستاذ يقعد معنا بالسيارة وننزل على الحي السلوم الليلة، كان نلف لنوصل على الكفاءات لحتى نخدم هالإنسان اللي بحاجة لخدمة. نرجع الظهر نطلع كلنا بهالسيارة، وكان أبو فرنسوا يجي من بكفية يعني من عين علاء، وفي شاب بعرف إذا بعده موجود بالدنيا اسمه بغوص يعمل الجلد، نطلع كلنا نرجع على الحدد، بس ما نداوم كل النهار يعني على الظهريات نرجع كلنا، لأنه بعض الظهر بتعرف كان يشتد القصف. خلال الأشهر الأولى من سنة 1979 توضحت لدى نديم الحاجة إلى خدمة المصابين بشلل دماغي الذين يشكون من تخلف عقلي مع إعاقة في الحركة، فأنشأ مركزاً لتأهيل هؤلاء بالتعاون مع كلوثر ومؤسسة التنمية الدولية. Nous avons été effectivement très étonnés qu'ils poursuivent l'opération d'Al-Kafaat à Beyrouth, alors que tout allait mal, que nous n'avions pas l'impression que les choses pouvaient aller mieux un jour. Et nous avons été surpris, si, parce que nous savions qu'il avait la possibilité de travailler tout à fait autrement, de travailler en France ou aux États-Unis. لكن المشروع الحلم كان القرية النموذجية للبسطاء التي نشأت في اسكتلندا في الثلاثينات كنواة قرى تعطي للمتخلف عقلياً أو جسدياً مداه في حياة طبيعية منتجة. هذه الفكرة استوحاها أيضاً الشاعر والمفكر الوجداني جان فانيي، فنفذ مشروعه في فرنسا تحت اسم لارش. وكان نديم قد زار فانيي ولارش في أيلول 1975 قبيل استعار الحرب اللبنانية. وتحضيراً لمشروع قرية الكفاءات بدأ بنواة مشاغل للبسطاء الكبار بإشراف المعلم بوغوز كاتشوريان وبرعاية الأخت أتنازيا التي أرسلها إلى مؤسسة لارش، ثم أدخل الأعمال الحرفية في التجارة والمنسوجات، وأفرد للبسطاء أرضاً يزرعونها وبيوتاً زراعية للإقامة. كان ذلك العمل أول نجاح في خطة قرية الكفاءات التي اشترى لها 13,000 متر في آذار 1979. في تلك السنة كان نديم منخرطاً في بناء مركز السيدة للأولاد المصابين بتأخر عقلي، وانتهى العمل في المركز سنة 1981 قبل أشهر من الاجتياح الإسرائيلي في ذلك الصيف المجنون 1982. قويت كتير، كان
لواء جبل لبنان يلي كان الجنرال عون مسؤول عنه العميد كان ساكن قاعدين بالبنايه اللي حدنا. بعث لنا عسكري على بكره بكير قال لي بده العميد يحكي مسيو شويري. قلت له نديم قوم انزل تنشوف شو القصه شو صاير. قال له بتشيل كل الاولاد الموجودين تحت لانه الاسرائيليه قربوا كثير وممكن ما تقدروا ترجعوا توصلوا لهم. جبنا كل الاولاد والرهبات واللي بيشتغلوا معهم كلهم وحطيناهم عندي بالبيت. صاروا جيران يتقسموا اللي بيشتغلوا والرهبات والولاد قلت لهم انا بضلوا عندي. نزل كان وقتها نديم بكميون تجيبهم وضلوا الولاد عندي وصرنا نحط على صوت لبنان وقتها نداء للاهالي انه الولاد بطلوا بالكفاءات تحت صاروا ببيت نديم شويري ببعبدا تيجوا ياخذوهم. صار بين نديم والبارود علاقه حميمه. في رائحته يتنشق الإثارة والتحدي فيزداد زخمه ويبني. هكذا فتحت الكفاءات أبوابها في خريف 1982 في صفوف مهدمة وبلا نوافذ، وباشر نديم الأعمال الأولية في مشروع القرية الذي أوقفته مدافع حرب الجبل 1983 التي شردت الطلاب والمساعدات والراهبات. On a reçu des obus plusieurs fois. Et notre entourage était un entourage quasi hostile, sauf notre gardien. Notre gardien qui était musulman, lui, il nous a toujours protégés. الراهبات اللواتي التزمن بالله لا بالثوب فحسب صمدنا خلال أعنف جولات الحرب. وفي عز موجة خطف الأجانب سنة 1984 خاف نديم على الراهبات الأجنبيات فنقلهن من مركز السيدي إلى منزله. On se demandait si on vivrait encore le lendemain matin, hein, quand on se couchait le soir et que ça bombardait de partout. Parce que le lieu où nous étions est quand même un lieu qui était assez visé. Hein. Donc là, on a fait confiance à Dieu sur toute la ligne. Hein. C'est un abandon total. Puis on faisait confiance à Abou Ali, qui était au milieu de nous. Puis nous, les sœurs, on se soutenait, on se tenait par la main. كتب نديم مئات الرسائل إلى مؤسسات وأشخاص في أمريكا وأوروبا يطلب المساعدة. تجاوبت مجلة تايم الأمريكية مع ندائه ودفعت نصف فاتورة الإصلاح والترميم. كذلك حصل على مساعدة من مؤسسة إنسانية هولندية لتغطية جزء من أقساط سنة 1983-1984. رغم ذلك تسارع الانهيار العام، فكان نديم يحمل ليلى المآسي على كتفيه طوال النهار ويضع هموم النهار على وسادته طول الليل. وقتها تهبط مطارح وتهبط اشياء وهيك، قلت له نديم ما تخاف يعني هيدا الحرب مش رح تضل لابد الابدين. بدنا نرجع وانا حسسني قلبي انه كل شيء بده يرجع وبدنا نرجع نشتغل وشد حالك. كنا ننزل قبل الظهر على المريجة ونطلع بعد الظهر على السيدة. نحن كنا يعني مثل باسبورتو، نقدر ننزل نقدر نطلع. في ناس بتخاف لك أنا بطلع على الشرقية اسمي محمد واسمي علي، وفي واحد بيقول لك أنا اسمي طوني بنزل على السائل حدد لتحت ما بدي. نحن قبل الظهر ننزل لتحت، هي عادة كانت تبلش ظهريات القصف والتعتير، نطلع نحن بنلحق نوصل يكون اجينا مرضى من منطقة الشرقية اللي كانوا يسموها ونشتغلون. في شباط 1984 نهب المسلحون محتويات المشاغل التي كان يعمل فيها 140 مصابا، فعمل نديم على تقوية مركز السيدي في الحدث بعد تعذر الوصول إلى مركز ليلي شويري. نحن تركنا بال 84 وتحركة 6 شباط، بس انقطعت أنا كسليم إنه انزل لأنه اسمي مش معروف شو هو، عرفوني من المنطقة الشرقية أو بالأحرى مسيحي، ما كان حدا يعرفنا. يعني أنا أول ما بلشت أول يوم نزلت فيه على الكفاءات وعملت مقابلة مع الأستاذ نديم، قال لي بدك تنسى مسلم مسيحي هالأشياء، نحن علمانيين ما عنا إياها، قلت له نحن بتعرف بيتنا ما عنده إياها. تحت بالمريجة انجبر يسكر المركز وينقل المركز كان صلحه على مبنى السيدة،
وعمر بالحدث وبالعدة أمكن لحتى يطمن على أولاده اللي هن التلاميذ الكفاءة. لم يكن نديم يرغب في إقفال مركز للي شويري لأنه أصبح الصلة الوحيدة بين المنطقتين الشرقية والغربية والذي عرف بمعبر الكفاءات، لكنه اضطر لترك المركز بسبب حادثة خطف عنيفة. هالطريق هي اللي صار اسمها معبر الكفاءات خلال الحرب، لأنها بتمرق قدام مركز ليلي شويري للتأهيل ولاحقاً قدام مجمع قرية الكفاءات التأهيلية. وبعيد الكفاءات الستين كرمت بلدية الحدد بكامل أعضائها وعلى رأسهم الأستاذ جورج إدوار عون مؤسسة الكفاءات، وغيرت الاسم المعتمد من معبر الكفاءات لاسم شارع نديم حبيب شويري مؤسس الكفاءات. آمن نديم بوحدة الضعفاء في عز الانقسام وبالحياة في عز القتل والموت. لم يسعى وراء ليرة أو مسدس، بل ظل مؤمناً أن البساطة هي أخصب أرض ينبت فيها الله، وأن خدمة الإنسان تتخطى خطوط التماس. كانت أوتوكارات نحن نأمنها هو الأستاذ كان يدفع مصاري منه هو لحتى يأمنون بالأوتوكارات على طريق البربير المتحف كفاءات. سنة 1985 أوجعت نديم كثيراً، روض نفسه على تقبل فكرة الموت بعد أن شاهد القذائف والرصاص تنهمر حوله وكل ما بناه يتداعى أمامه. لأنه حسيت أنه صار كتير هيك وما تخاف، كله بيرجع بيجي، وأنا في عندي أرضين عطانهن بي بالمنصورية، فيك تعمر كفاءات عليهم جديدة، خلص ما تخاف. يعني هيك أنه حس أنه لازم شد المورال للكل كمان، والولاد كانوا مرعوبين بس يشوفوني مش فارقة معي وعم بطبخ وعادي عادي. حس أنه يعني وقت اللي يصير شيء كنت أنا آخر واحد انزل على الملجأ. ساعدت ليلي وكذلك روبرت كلوثر نديم على الخروج من صمت الألم والأرق، عاوده الحلم الذي امتزج بحياته وأعطاه القوة والغلبة على كل ضعف في الذات وارتخاء في الإرادة. شيد سنة 1986 مبناً على أرضه في الحدث عمده باسم مريم، تيمناً بشفيعة الكفاءات وكرمة لابنته الصغرى مريم. وامتلأت الصفوف 15 بالأولاد المصابين بالإعاقة العقلية والذين تتراوح أعمارهم بين 5 و15 سنة. كذلك باشر نديم نقل أملاكه إلى مؤسسة الكفاءات. بآخر السبعينات نديم فكر أنه المؤسسة ما فيها تبقى على شخص واحد، وهي مؤسسة بدها تصفي ذات منفعة عامة للاستمرارية، وفكر وقتها أنه بدها مرسوم وبدها إجازة الأرجح من وزارة الداخلية. وتقدمنا وقتها، تقدم هو بميني جمعية اللي كانت فيها 4 أشخاص: نديم شويري، ليلي شويري، المطران غريغور حداد وأنا. من بعد فترة كمان هيدي بالتطور نفسه صار بدنا أشخاص أكثر، وهون رجع درس القانون ولا الإجازة إلى تنظيمها بشكل أوسع. وساعتها نديم فكر أنه لازم يكون فيها للاستمرارية أعضاء حكميين، يعني ما حدا في شيلهم. هلي كانوا نديم شويري، ليلي شويري، سمير خير الله، نزيه خوري وأنا. هودي كانوا أعضاء حكميين وأعضاء منتخبين
من خمس أشخاص هؤلاء بيتغيروا كل ثلاث سنين. وصارت هالجمعية تجتمع بوجود ممثل عن وزارة الداخلية حتى يكون كل شيء قانوني. الصعوبات التي تظهر كبيرة وشائكة في مواقع الأرض تبدو غباراً في مدى الحلم الوسيع، كتب نديم. لذلك وفي ذروة البؤس واليأس والقصف بدأ العمل سنة 1989 في مبنى الفندقية الجديد على أرض قدمتها للي شويري من إرثها العائلي في المنصوري في المتن الشمالي. أما التمويل فتوزع بين 50% من الكفاءات و 35% من المجموعة الأوروبية المشتركة و 15% من جمعية ضامنة هي مؤسسة كلوثر الإنجليزية. انقسام مباني الكفاءات بين منطقتين ووجودها على خط التماس جعل نديم يخطط لمد شبكة مؤسسته إلى مناطق جديدة تسمح بتوسيع النشاط. نديم كان بيطلع إلى ما بعد الحرب، شو بده يصير بعد الحرب، مين بده يهتم بهالأشياء كلها. صار يطلع بالتعليم المهني، يطلع بالأشياء اللي بتساعد المعاقين لأنه ما في حدا يهتم فيهم بلبنان، وكان بحاجة وقتها إلى مساحات. صار بده يعمر أكثر لأنه الكفاءات بالحجم اللي كانت فيه صارت صغيرة مشان تكفي بهالمهمة اللي هي الأكبر اللي ناطرتها بعد الحرب. كانت نيران الحرب بين سنتي 1989 و1990 تحول مركز مريم رماداً وتلتهم بيت الراهبات الهائمات على الطريق بعد الهروب من مركز السيدي، عندما تمم نديم عقود شراء 60,000 متر في عين سعادي في المتن لإنشاء مجمع الكفاءات. اتصل باللي أصحاب الأرض والوقف الماروني كان في له قسم منا، وفي ناس بأمريكا راح سافر لعندون واشترى الأرض وبلش يعمر عليها وبلش المهني. وهون توجهنا مرة عند المطران أبي نادر، مطران بيروت آنذاك، وطلبنا منه أنه إذا كان بيبيعنا أرض بعين سعادة. بالأول كان كتير متحفز، قال ما بقدر أنا لأنه الفاتيكان ما بيسمح لي. وقت اللي قلنا له وشددنا أنه نحن بحاجة للأرض وأنت ما عم تبيع على شخص غريب أو واحد تاجر، أنت عم تبيع على مؤسسة ذات منفعة عامة ما فيها تبيع على حدا، ما فيها إلا تستعملها للمعاقين. قال طيب رح أجرب أنا. راسل الفاتيكان وقتها والفاتيكان قبل واشترينا شقفة الأرض 20,000 متر منه. هلي من بعدين نديم كفى واشترى 20 تصفت مركز عين سعادة 60,000 متر هلي بيحتوي على كل هالمدارس هالأتمية والجامعة. نزل نديم من جديد إلى الركام يعالجه للمرة 15. وفي بداية 1991 استأنفت الكفاءات رسالتها. بعد 6 سنوات من التهجير والهجرة دخلت الراهبات مركزي القرية وليلي شويري. أدينا أولاً الصلاة في المعبد المهدم. بدأت أعمال الترميم فيما كانت أعمال البناء في مجمع عين سعادي تتقدم بالتعاون المالي مع المجموعة الأوروبية والهيئة البريطانية. بعد 8 سنوات من التوقف القسري بسبب الحرب استؤنف العمل، ثم أنجز سنة 1993 في القرية الابن الروحي لنديم. وفي تشرين الأول 1993 بدأ التدريس في قسم من مبنى عين سعادي. وفي العيد 40 للكفاءات سنة 1997 أنجز البناء وبشر بتشييد بيت العذراء الذي انتهى العمل فيه سنة 2003، وهو بيت لما يفوق 450 مستفيداً من مراكز الكفاءات التأهيلية. في موازاة ذلك
حقق نديم أمنية أخرى، إذ خصص مرضى الألزهايمر بجناح الندى على اسم شقيقته ندى التي كان أصابها المرض قبل سنوات. كنا دايماً عم نلحق التطور، والتطور هيك بالعالم كان، وهون كنا نستفيد من الزيارات اللي كنا نعملها للخارج. في وقت من الأوقات WRF دعانا لثلاثة من لبنان، نديم شويري وهشام بارودي وأنا، تنروح نزور 12 مؤسسة تأهيلية بالولايات المتحدة، ورحنا بلشنا من نيويورك إلى ماريلاند إلى شيكاغو إلى لوس أنجلوس إلى سان فرانسيسكو إلى آخره. هونيك كنا نشوف كيف التطور عم بيصير. الكفاءات التي بدأت بحلم فرد أحب الإنسان حتى الله، أضحت مؤسسة خرجت أكثر من 2000 طالب سنة 1998، والمدرسة الفنية التي كانت تعطي البروفي والبكالوريا المهنية باختصاصات متعددة أصبحت معهداً جامعياً للتكنولوجيا بخمس كليات وتسعة وعشرين اختصاصاً. كانت بداية حكاية الجامعة سنة 1999 انطلاقاً من فكرة توسيع المؤسسة ونمو المؤسسة على الصعيد العالمي. رحنا وفد من الكفاءات، نديم شويري، سمير خير الله، وأنا لعند الرئيس رفيق الحريري، وطلبنا منه أنه يطلع مرسوم حتى نقدر نحن نعلي المستوى تبعنا ونصير نقدر نعطي شيء اسمه Institut Universitaire de Technologie. رئيس الحريري وافق وقالنا وقتها أنه بدكم تتصلوا ببهية، هي اللي بتسهلكم الأمر، وهكذا صار. اتصلنا فيها وتجاوبت معنا وطلع المرسوم، وصدر مرسوم بالجامعة بثلاث كليات اللي هي التربية والفنون والأعمال، واحتفظنا كمان الانستيتيو يونيفرسيتير دي تكنولوجي. أصبحت الجامعة درة تاج الكفاءات بمراكزها السبع، وفي مجمع عين سعادي الذي ضم الجامعة ومعهد الكفاءات الفني والمسرح والمكتبة والنادي الرياضي المتخصص، بالإضافة إلى المعبد وقلاية نديم، استقبل المجمع اللبناني الأوروبي الحديث للتكنولوجيا مؤتمرات علمية وشخصيات عالمية، وعلى رأسها أسقف كانتربري وغيرهما، فيما زار نديم الأب بيير في فرنسا تحقيقاً لرغبة قديمة. وخص سعيد عقل الكفاءات بنشيد لحنه زكي نصيف. لكن نديم القلق على حلمه ظل في سعي دؤوب لضمان مستقبل الكفاءات. بما أن هالمؤسسة مدارة من جمعية معترف فيها وذات منفعة عامة، ما حدا في يتصرف بالمقدرات تبعها. هاي المقدرات تبقى داخل الجمعية، بس هالجمعية اللي إذا لا سمح الله لسبب ما توقفت ولا صار لها شيء، بدها تروح إلى جمعية مماثلة اللي هي اليسوعية. آخر أمنية حققها نديم شويري قبل الأفول كان تبني المطرانية الأرثوذكسية في شمال أمريكا مشروع استكمال المبنى الأخير في قرية الكفاءات الأحب إلى قلب نديم سنة 2010. كان ذلك تتويجاً للعلاقة التي جمعت نديم شويري بمطران نيويورك وشمال أمريكا للروم الأرثوذكس فيليبو الصليبة بدءاً من سنة 1966، حيث منحه في العام 2010 الميدالية الذهبية الأنطونية، وهو أكبر تكريم تمنحه الكنيسة الأرثوذكسية لفرد من المجتمع،
أضيف إلى الأوسمة الرئاسية اللبنانية الثلاثة. فإذا بلشت بصداقة. بصداقة بعدين تحولت إلى أنه هالصداقة تطورت إلى أنه نعرض فكرة أنه كيف فينا ندعم الكفاءات، وكان من أبرشية أمريكا الشمالية وعد أنه نحن فينا نساعد مبنى كامل أو قسم من مبنى أو إلى آخره. رغم سنوات الأرق والألق والتعب، ظل نديم كصاحب الحلم الذي لا يرتاح أبداً. الأصعب بالنسبة إليه هو ما يأتي به الغد لا ما يحققه اليوم، لكن كان لابد له، والحلم شارف على اليقظة والعودة إلى اقتراب، من أن يتساءل عن قيمة ما حقق هذا الحلم. وكان يعتقد أنه لو قيم حلمه بموجب ما حقق لوجده نقطة ماء في بحر يكبر ويتسع كل لحظة. كان حابب قبل ما يخلص بحياته العملية بالكفاءات ينهي عدة مشاريع. أولاً بناء بيت العذراء والرعاية الدائمة للمتقدمين بالعمر واللي عندهم إعاقة، وينهي عمار المنامة للبنات بمجمع الكفاءات بعين سعادة، وينهي عمار المطعم والنادي الرياضي بمجمع الكفاءات بعين سعادة. وكان حابب يبلش بتكملة مشروع مجمع قرية الكفاءات التأهيلية، واللي هو المشروع اللي كان الأقرب لقلبه. تراءت له حياته وهي إلى غروب أنها كانت إطلالة حلم في رحاب الله. انسحب بهدوء إلى قليته مريمينة التي استوحاها من اسم بيت العذراء في أفسس، وراح يقضي هناك أوقاتاً في الصلاة والعبادة حتى بدا كأنه جسد يركع على روحه. حط بالإلهي أغراض مختلفة رفقته خلال حياته العملية، صور، إيكونات، وخاصة هالقطعة من الجلد اللي كانت كتير بتعني له، كانت مزينت له المكتب والمركز الأول بكرم الزيتون للكفاءات. كمان حاطت لوحة كتير حلوة لنبيلة جورج هديته إياها، وفعلا هي بعتت له عشرات اللوحات لما خبرها عن مشروع سليمة، وقالت له بيعن ومن المردود عمول شو اللي بدك تعمله بسليمة. كان نديم لفترة يغازل فكرة اعتزال الحياة لصرفها صلاة وتأملا في دير أو خلوة، أما وقد قدس حياته بتكريسها لخدمة الإنسان المعذب، فإن الأوان آن للعودة إلى سلوك طريق الله والأولياء في لبنان والخارج. كان يسافر كتير على اليونان وقبرص عمانت آثوس يختلي ويصلي. كان عنده صديق كتير مقرب لإله بقبرص يرسم إيكونات، كان عنده شغف للإيكونات ولرسم الإيكونات، يروح لعنده ويوصي على الإيكونات وحدة وحدة. زينت هالإيكونات الليتو، وخاصة موجودين هالإيكونات بكل كنائس ومعابد مؤسسة الكفاءات. في ابتعاده القريب من الكفاءات ظل هاجس نديم ألا يغيب إطلاقاً عن حاملي مشعليها أنها مسعى سماوي، وأن لا ترى تبية في نعمة الخدمة. وأثمن ما تركه نديم للكفاءات هو الحضور في الغد الآتي. كان يحب يقعد هون ويطلع من الشباك على الطلاب. كان حلمه أنه تبقى الكفاءات تستمر بتأمين التعليم والتدريب للجيل الناشئ على التقنيات الجديدة، على التكنولوجيا الحديثة، سواء كان بمدرسة سيدة الكفاءات الأكاديمية أو معهد الكفاءات الفني أو مدرسة الكفاءات الفندقية أو جامعة الكفاءات، بس بموازنة مع رسالة الكفاءات الإنسانية. كان نديم يتساءل في وحدته عما إذا كان خادماً اجتماعياً أم حامل صليب، ووضع كتابه الأخير في وحدة قلايته بين صلاة وسجدة قبل أن يدركه وهن الرحلة الطويلة وتعب العمر. رجعت لاحظت مشيته مش مظبوطة، يعني عم بيمشي على مهله، ونديم بعمره ما كان يمشي على مهله، دايما بيركض، قال له بيركض ومركضني وراه. دغري أخذت موعد من النيورولوج ونزلته، قالنا وفسر له، قال له هيدي بداية باركنسون. تقبلها نديم، يعني ما اعترض على ربنا، ما انه صار يعني يتضايق، ضل يروح على شغله وضل عادي
لحتى بعد شي سنتين ثلاثة هيك شوي صار ومشيته مش ميحة أكتر. عندما يطول العمر يمتص الندرة من الوجوه والإشراقة من السيرة، إلا حين تكون السيرة أهم من عمر واحد وأطول من حياة زاخرة. ورغم مرضه ظل نديم شامخاً كسنديانة تحط على جذوعها الطيور، أو كقمر يقود قطيعاً من النجوم، خصوصاً عندما كان يزور الكفاءات. وينزل على السانتر، وانزل أنا وياه أوقات على الفيلاج وينبسط. هو كان يقول لي أنا بس خطير بدي أقعد مع الأولاد بالفيلاج البسطة، بدي بس أقعد مع البسطة. نزلوا شوي يركضوا علي بوسو، بعدين صار بالبيت. في مكتبه ومكتبته في المنزل راح نديم ينفخ على شمعة حياته لتنطفئ، كما تقع شمس في البحر أو كما يهجم ليل على نهار. لم يعد يغادر أريكته إلا على كرسي متحرك، يتأمل صور حياته المرسومة على جدار الذاكرة البعيدة والمبتعدة، بما يشبه تمريناً أولياً على الرحيل. ترك عمره وراءه وعاد طفلاً لاهثاً خلف عمر آخر، كأنه طفل فقد وجه أمه. في كلمة كتير حلوة لمار بولس: المحبة تصبر، المحبة لا تيأس. حب وعدم صبر، حب ويأس ما بيصبر، يعني الحب مش مظبوط. شيئاً فشيئاً خطفه اشتداد المرض إلى عزلته، منتظراً الموعد الأخير. لم يعد جسمه قادراً على استقبال الحياة إلا مغموراً بأشعة الغروب المتسلل. وفي أيامه الأخيرة بين إغماءة وصحوة بدا كأنه يدير بنفسه مفتاح موته، كما أدار مشاريعه ومشوار حياته. قيمة المادة هي بقدر ما بتكتب مثل العليا، وما في مثال أعلى إلا الله، والله ما فيكم توصلوا له إلا بالمحبة الملتزمة. هيدي وصيتي إلكم. رحل نديم شويري أول الصيف عام 2017، بقي منه الجزء الذي لا يوريه تراب ولا يبتلعه نسيان.